بيان المجلس القومي للمرأة، المرأة في مواجهة العنف والإرهاب. عانت المرأة المصرية أكثر من غيرها في ظل حكم النظام السابق من شتى أنواع التمييز والقهر والإقصاء، تهميش لدورها وسنوات كفاحها، استبعاد وعزل من المناصب القيادية في مواقع العمل، حرمان من تمثيل مشرف في لجنة الدستور والبرلمان، تغيير في مناهج التعليم لطمس تاريخها ونضالها. ومع ذلك تصدرت المرأة المصرية مظاهرات ثورة 30 يونيو و 26 يوليو، وخرجت بكثافة للتعبير عن استيائها واحتجاجها، كما شاركت بفاعلية في جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في الآونة الأخيرة. والنتيجة لذلك وتأكيدا لوحدة شعب مصر، تقدم نساء مصر هذه الرسالة للعالم الغربي وإعلامه المتحيز. أولا، تدين المرأة المصرية وتستنكر وترفض الإرهاب وترويع الآمنين والسعي لهدم هيبة الدولة. والأساليب الهمجية في القتل والسحق، وهي الدخيلة على القيم المصرية، تدعم وتساند بكل قوة رجال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة الشرفاء، وتطالبهم بالاستمرار بشدة وبحزم في اقتلاع جذور الإرهاب. ترفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية، وتستنكر بشدة مواقف الدول الغربية التي تتحالف الآن مع الإرهاب في مصر، بينما كانت تحاربه منذ أكثر من 10 سنوات. لذلك تؤكد رفضها لأي ضغوط أجنبية على مصر. تشدد على أنه لا مصالحة مع الإرهاب والأيادي التي تلوثت بالدماء وحرضت على العنف وتخابرت مع الخارج. تعبر عن استيائها من الموقف غير المتوازن لوسائل الإعلام الغربية أزاء المشهد المصري، وتستنكر المواقف المنحازة ونقل الصور محرفة أو مغلوطة أو جزئية أو منافية للواقع، دليلاً على عدم المصداقية وغياب الحيادية. تسعى المرأة المصرية لطلب الأمن والاستقرار، لذلك فإنها تدين الأعمال المخالفة للأعراف الدولية وحقوق الإنسان من حرق وإتلاف الكنائس والمساجد والمواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت العامة للدولة والممتلكات الخاصة، والاعتداءات المتكررة على أقسام الشرطة ورجال القوات المسلحة، بالإضافة لاقتحام دور المحاكم وعدد من مباني المحافظة، وتطالب بوضع جماعة الإخوان ضمن القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية لترويع المواطنين الآمنين ولارتكابهم جرائم بشعة تتنافى والمواثيق الدولية، وتعتبر جرائم ضد الإنسانية طبقا للقانون الدولي، مثل ما حدث في كرداسة ورفح. وإقرارا لكل ما سبق، يطالب المجلس القومي للمرأة بدستور يقر مدنية الدولة ويحمي حقوق جميع المواطنين دون تمييز، ويؤكد على حقوق المرأة التاريخية، مع المطالبة بعدم السماح بإقامة أحزاب على أساس ديني في مصر المستقلة. شكراً.